مشترك فيكوا انتوا الاربعه اللي حصل على نسبه تصويت قليله ما تخليهوش يتاهل معانا الاسبوع اللي جاي هو وليد بشاره من لبنان. للاسف وليد هيودعنا الليله في عرب ايدل، اكيد هتوحشنا. اسقف له سقفه كبيره جدا جدا. فاضل ثلاثه، اثنين في امان وواحد في خطر وهيغادرنا. برضو هقول اسم المشترك او المشتركه اللي هيغادرنا. للاسف اللي مش هيغني معانا الاسبوع اللي جاي وهيوحشنا اكيد او هتوحشنا. كوثر براني من المغرب. وبكده يبقى وليد وكوثر انتهى مشوارهم.